وعليكم السلام السيد الكريم. وجيت هنا للسوق السومايت قد الحوت. واه جينا نقلبوا نشريو الحوت للوليدات ونشوفوا الاثمنه راه متفاوته. شي نهار كيكون قول لي داك السردين شحال؟ 400 درهم. وانا كنا كنسمعوا بان السردين ديالنا عندنا 3500 كيلومتر ديال البحر والسردين غادي يوصل 20 درهم بزاف ولا؟ ستين درهم. الحقيقة شنو في الحقيقة اليوم كيبانوا لي الأثمنة هابطين شوية وفي المتناول ديال المواطن، ولكن أنا عندي ملاحظة على السردين. السردين نورمالمون أنا شفت الرئيس ديال البحارة كيقول لك بأن السردين ما خصوش يفوت 3 دراهم، وإذا به دابا كيقول لك ديال الناظور كيدير 30 درهم، واللي جابوه من برا كيدير 20 درهم. راه منكر، بنادم كيقد غير السردين. هاد السردين اليوم داروا له فيه شي حاجه كبيره، اما باقي الاثمنه كتجي لي جات لي عاديه وفي المتناول ديال الناس. نرجعوا شويه للمول الحامد القجبار. السلام عليكم. الربع هادو منين تا درهم؟ النعناع 2 دراهم، الليمون 6 دراهم. أثمنة جد مناسبة، وهذا الشيء في المتناول ديال الجميع. أثمنة ديال بالنسبة لهذا القصبور المعدنوس النعناع كرافس، الخير موجود بالنسبة لهذه المسائل، الخير موجود. شوفوا الخضر. السلام عليكم. الله يعزك. السلام. لاباس. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك. النزع شحال؟ النزع اخويا 6 دراهم. 6 دراهم. والشين؟ الشين 6 دراهم. 6 دراهم هذا؟ هذا 10 دراهم. إذا هذا هو حتى الدلاع؟ لا 3 دراهم و6 دراهم. 3 دراهم ونص. على حسب الناس اللي كنعرفوا. مزيان. وعلى حسب الكرية. إذا حتى هنا كاين الخير موجود، وأثمنة مناسبة. الشركة وشوية المعابي في الماضي كانت تصب الماء إلى بغاو. إلى كاين غادي يكون الشعب، هذا الشعب تاعنا. أيوا. إذا دابا بالنسبة للعرض والطلب، العرض راه هو هذا، راه كاين الطلب قليل. والطلب كنقولوا زعما الطلب قليل. علاش قليل؟ لأن ربما شوية ديال البطالة كتأثر على هاد الخدارة على حساب الجائحة. جائحة راه ما خلات تحدي، يعني تخلي له الاخر ديالو الحرية ديالو يتحرك كيف ما بغا. هادشي اللي كاين. تحياتي للريفينو، كنشكرهم على هاد الاتاحة، هاد الفرصة باش قلنا الكلمة ديالنا.